السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الاصدقاء بيهزر معايا فبيقول لي هل البيم ممكن يساعد في القضاء على الكورونا؟ طبعا هو بيتريق يعني، انا عارف. طيب الكورونا ده نوع من انواع الفيروسات، تمام؟ والبيم هو اسلوب من اساليب اللي بتساعد في تصميم المبنى وتساعد في بنائه وتساعد في ادارته، تمام؟ طيب هل ممكن ان احنا نعمل حاجة في التصميم تخلي المبنى صديق للإنسان بحيث إن هو يقلل من إصابته بالفيروسات؟ نقدر. يعني تصميم المبنى نفسه لما بيصممه مهندس غير لما يصممه مقاول ملوش التصميم، أو واحد بيفتي. وأنا قابلت ناس كتيرة فتيين مش تخصصهم بس هو بيفتي، ماشي؟ في مرة واحد جاب لي تصميم وقال لي رأيك في التصميم ده، في واحد مهندس صممه لي، فأنا لسه ببص أول ثانية قلت له اللي صمم الحاجة دي مش معماري، ده واحد تاني. فقال لي هو مهندس إنشاء. هو الفكرة كلها نعمل مدخل ضيق وبعد كده موسعه على أساس إن هو يودي شقة يمين وشقة شمال والأسانسير. فالمكان دوت فيه مشكلة أمنية. أمنية بمعنى إيه؟ بمعنى إن ممكن أي حد حرامي يبقى مستخبي، فأنت داخل من الباب الرئيسي مش شايفه، في جزء كده مخفي، تمام؟ الطرقه صغيره وبعد كده بتبقى واسعه بحيث ان هو يبدا يعمل التوزيع منها. فدي غلطه. ليه؟ لان هو مش فاهم فكره تصميم المبنى ازاي. ممكن يصمم مكان مفتوح مثلا قاعه محاضرات، الباب بيفتح لجوه، فلما تفتح حلو كلهم عايزين يهربوا الباب يتقفل ما يقدروش يخرجوا. لا، في قواعد معينه، في قواعد معينه ممكن تتعمل للمبنى تقلل الامراض، تخلي اللي موجود يخف. يعني لو هو مريض يخف. ولذلك مثلا قصر البارون اللي موجود في مصر الجديده ده كان راجل بنته مريضه والدكاتره قالوا محتاج الشمس، فراح مصمم المبنى بحيث انها تبقى موجوده طول الوقت في الشمس، في فطار مصر على اساس ان الشمس فيها قويه جدا. فاحنا ممكن نصمم اناره طبيعيه في اغلب المكان. يعني وكانت ناس كانت بتقول ان الاشخاص اللي ما بيتعرضوش للنور الطبيعي خلال النهار بمقدار 45 دقيقه تقريبا بيعانوا، اللي ما بيتعرضوش طول النهار بيتعانوا بنسبه 45 دقيقه من النوم، بيبقى في مشكله في النوم عندهم، في ارهاق الموظفين وافتقار للحماسه. فانت قدر الامكان بتصمم المبنى بتاعك وتقول للناس افتحوا شبابيك على اساس ما يجيلهمش فيروسات، تمام؟ الشبابيك دي تقفل بقى لما يكون مثلا في مطره نازله، في اثار كل يوم في الشغل، انا وزميلي نقعد نقول لهم افتحوا شبابيك، ابص ايديك افتح شبابيك، الفيروسات هتنقل. بيعمل ارهاق الموظفين وافتقار للحماسه لانهم قاعدين في مكان ما فيهوش شمس، ما فيهوش هواء. الهواء الطبيعي احسن مليون مره من الهواء اللي بيجي من اجهزه التكييف لاسباب. اول سبب منهم ان هو متحرك ومتجدد، ما بتحسش بالملل. انما لو هو نفس المروحه بتدور وبتيجي في نفس الاماكن الواحد خلاص اتعود عليها، اتبرمج تماما ان هو يتجاهلها. تاني حاجة في التكييفات المركزية، التكييفات المركزية دي خطر جدا ودي بتنشر الفيروسات كتير جدا، انها بتشفط الهواء من مكان وتبدأ تنشره في بقية الغرف. يعني لو واحد عنده فيروس هي بتسحب وتروح تودي مكنة الهاند يونت وتروح مودية لبقية الغرف، فكأنك انت كده ايه، واحد معدي معاه صندوق وعمال ياخد الفيروسات من الناس ويديها للناس اللي ما عندهاش فيروسات. طب الحلول ليها ايه؟ في تكييفات معينة بتبقى مخصصة انها تتخلص من الفيروسات، او ممكن تعمل تكييف لكل غرفه بيرمي بره، بس بيبقى صعب لما يكون مبنى كبير ومش هتقدر توصل الهواء ده لبره على طول. في ان انت تعمل التوتال فيش اير، بس ده بيبقى مكلف. يعني في حلول كتيره بس لازم نفكر فيها ونشوف ايه الانسب للمكان بحيث ان ما نلجاش ان احنا نشفط المكان ونرجع تاني. يعني في العادي ان احنا بنشفط وبنرجع 80% و20% فريش اير، تمام؟ لذلك بتلاقي في اكواد مخصصه لموضوع الصحه، يعني في اكواد مخصصه لحاجات، وفي ازاي تصمم حاجه تكون صحيه للسيد، في اكواد مخصصه لكده. في كود في البريطاني بيتكلم عن الموضوع دوت، لان لما يغيب النور الطبيعي ويبقى في مفيش هواء هيسبب ارهاق وهيسبب ارتباك وهيعمل ظهور اضطرابات موسميه وكابه واضطرابات نفسيه. كل ده بسبب ان اللي صمم الموضوع ما كانش عنده فكر معماري وما كانش فاهم يصمم الحاجات ازاي. فالمشكلة إن في ناس بتفتي. مرة اتذكرت موقف كده، واحد عندي، فقلت له تعالى نعدي على أخوك. فروحنا عند أخوه كان بيبني البيت بتاعه، فكان في المقاول هو بيبني البيت كان قاعد، ف
صديقي اللي جاي معايا مهندس، فعمال يقول له باشمهندس فلان اتفضل وبتاع، ف قال لا الحاجات دي غلط، لا شيلوا دي، لا زودوا دي، اعملوا دي. فالمقاول ساكت وشايف كله غلط، بس فلما مشي بيقول لي مين ده؟ بقول له ده مهندس ترول. هو هتنفذ اللي هو قاله، انا ساكت عشان هو بس ايه صاحبنا، انسى كل اللي هو قاله. فمشكله الفتح عندنا كتير قوي. انما لو احنا بنتكلم على التصميم المعماري، لو احنا صممناه واستخدمنا البيم في ان احنا نتاكد من هو بيحقق المراد ولا لا، البيم اسمه ايه، احنا هنعمل سيموليشن على الكلام دوت، مش بعد ما المبنى نكتشف ان لا في غلطه في التصميم، ان في مشكله في الهواء، ان احنا حاولنا ندخل الهواء بس مقابل كده دخل الرياح وحاجات زي كده. بنبدا نشوف الافكار، مفيش فكره بنرميها. يعني فكره المشروبيه دي اللي هي كانت موجوده عند المماليك، فكره روعه جميله جدا، تمام، بتظبط الهواء وايه اللي يدخل ويعمل وبتاع. فكره ان في فناء داخلي في البيت والثلاث جوانب مبنيه وجانب مش مبني، والجانب اللي في المبنى ده اللي هو بيشد الريح، قصه طويله. بنبدا نصمم بيها المبنى بحيث نعمل حاجه نظيفه، اللي موجود يدعلنا بيشد علينا، مش يبقى قاعد وعنده مشكله وحاسس بالارهاق وحاسس مباني مريضه. اللي احنا انا المبنى اللي انا قاعد فيه ده مبنى مريض، ما بكذبش ليه المصمم خلاص في غلطات كثيره. انما لما بيكون معانا فكر تصميم كويس مع البيم، لو البيم لوحده من غير فكر تصميم كويس من غير معماري فاهم هو بيعمل ايه، ملوش اي لازمه خالص، تمام. ودي يعني اعترف بيها، لازم يكون عندك كل واحد فاهم التخصص بتاعه، المعماري فاهم التخصص بتاعه وما يفتيش في اي حاجه ثانيه، الانشاء فاهم التخصص بتاعه فاهم وما يفتيش في حاجه ثانيه، وكار ميكانيكال يفتي في اللي هو فاهمه وما يفتيش في اي حاجه ثانيه. هتلاقي الامور سهله ومفيش حد بيتكلم. كنا في اجتماع وواحد مش فاكر انشائي وبنتكلم في مشكله الصرف الصحي، قال خلاص احنا الصرف الصحي ده هننزل بيه وبعد كده نطلع وبعد كده ننزل عشان يعدي العمل. تطلع وتنزل ايه؟ تمام، ما مفيش موتور. طب ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب هنقسم الموتور نصين يا عم، مش هينفع. انت بتقول ده ملوش اي علاقه خالص، كان ده موتور ميه. المهم يعني المهم ينفع ان احنا نصمم حاجه بالدم وتكون كويسه جدا. موضوع حتى الالوان، يعني تقدر تصمم الوان تخلي الجانب النفسي والعصبي والامراض النفسيه الجسمانيه، تخلي فيه نوع من انواع الشفاء. في الحوائط اللي احنا بناها سميكه شويه او الماده اللي فيها تقدر تحجب الضوضاء، فدي كويسه جدا، هتخلي الانسان مركز. وانا مسجل الفيديو ده في اول كام مره عربية معدي ايه في مستنى لما العربية تعدي وقصص كده يعني. فالله المستعان. الفكرة كلها ان احنا يبقى عندنا ناس بتتكلم في تخصص فاهم هيعمل ايه، وقاري الكود كويس وفاهم امتى استخدم الزجاج وامتى ما استخدمش الزجاج، والماده استخدمها امتى، وممكن يكون مش عارف الماده اني افضل، فاعمل سيموليشن لثلاث اربع مواد باستخدام البيم واستخدام برامج مثلا متخصص في التحليل، وابدا اشوف اني الافضل وابدا اقارن بينهم واطلع النتيجه. هدفنا ان المبنى يكون صديق للانسان، والانسان يكون صديق للمبنى، والاثنين يكونوا اصحاب واصدقاء في الخير ان شاء الله، واصدقاء للبيئه باذن الله.